أصدقائي عدنا جانا لكم كما العادة في حصة رسائلكم اللي انتم دايما تبحتوها عبر الفيسبوك والانستغرام عمو ياجي تي في. أصدقائي راني جبت لكم اليوم رسائل، يلا نبدأ بالرسالة الأولى. جمال 9 سنوات والكرم 7 سنوات من ولاية شلف، مرحبا بك عندنا يا عمو يزيد في شلف، نحن نحبك. شكرا لكما جمال وإكرام على هذه الرسالة، تحبكم تحزك كبيرة كبيرة كبيرة. إن شاء الله عمو يزيد يجي يزور مدينة شلف ويضيف لها حفل كبير كبير، إن شاء الله أنتم تكونوا الحاضرين معنا. شكرا لكم أصدقائي جمال وإكرام على هذه الرسالة الجميلة، نحبكم بزاف بزاف، نتمنى تبقوا أوفياء لينا ونتمنى لكم عطلة سعيدة إن شاء الله سواحل شلف الجميلة. شكرا لكم. أنا توشي شريت تاج من ولاية البليدة، عمري 11 سنة، صديقة وفية لعمو يزيد وكل الطاقم، أرسل لكم تشكرات العميقة على برامجكم الممتعة والمفيدة، استفدت وتثقفت أكثر وأكثر من قناتكم المفضلة، فمنكم وبفضلكم تعلمنا الكثير من القيم والركائز، نحبكم بزاف صديقتكم الوفية ريتاج. شكرا لك صديقتنا ريتاج، نحن أيضا نحبك كثيرا، نحن نقدر وفائك لقناتنا ومتابعتك لنا وملاحظاتك الجميلة والدقيقة، نتمنى أن تبقي وفية لبرامجنا وأن تجتهدي في دراستك، فهذا هو هدفنا من البرامج، أن نقدم لكم دائما البرامج التوعوية الأفضل، نحبكم كثيرا. هيا يا فرح اقرأي لنا رسالة أخرى. بالطبع يا صديقي، الرسالة الموالية. عبد القهار 3 سنوات من ولاية شلف، نحب نتابع قناتكم، شكرا على المجهودات المبذولة وإن شاء الله نتلاقى معك عمو يزيد. شكرا لك عبد القهار على هذه الرسالة، تحبك تحية كبيرة كبيرة وإن شاء الله تحضر حفلة من حفلات عمو يزيد أو في مسابقة أوتوم جمال بلادي كذلك، وإن شاء الله عمو يزيد يجي يزور مدينة شلف في وقت قريب إن شاء الله. شكرا لك صديقنا عبد القهار على هذه الرسالة وعلى هذا الوفاء، احنا تاني نحبك بزاف بزاف وعمو يزيد يحبك بزاف بزاف، ونتمنى إن شاء الله تلاقى به ويجي لمدينة شلف إن شاء الله ويعمل حفلات كبيرة وكبيرة وتلاقاه، ومرحبا بك أيضا في الحصة تاعنا. شكرا لك صديقنا. أصدقائي الرسالة الموالية. عمو يزيد بارك الله فيك على مجهوداتك لتسعد أطفالنا كثيرا كثيرا، تفوت البنت تحياتها لك، حلمها تسمعك تقول اسمها في قناتك اسمها بوراس آلاء وأختها جنى. شكرا لك تاتا على هذه الرسالة، انت حب تحية كبيرة كبيرة وإن شاء ربي يحفظ لك بنتك كذلك آلاء. شكرا لك آلاء وشكرا لك سيدتي، نحن أيضا نحبها ونقرأ اسمها على الرحب والسعة، نتمنى أن تبقوا أوفياء لبرامجنا، نحبكم كثيرا. هيا يا فرح اقرأي لنا رسالة أخرى. أصدقائي يلا هالرسالة الموالية. سلام، تحية الإهداء من الكتكوت جروفا محمد علي، عمره 4 أشهر. نقول لك عمو يزيد حبيتك تلبي لي طلبي وتدير إهداء لكل عائلتي وجدتي من ولاية البليدة، جدتي الحبيبة فاطمة نقولها وخالاتي حسينة ولدها محمد وزوجها عم أسامة وخالته نورة ولدها إسلام وخالته فهيمة وبناتها هند وسجود وأسالة وخولة وزوجها وزوج خالتي حليم وخاله ناصر الدين وطاطا حياة وعائلة زناتي كامل، بلا ما ننسى عائلة إجروف، وتحية خالصة لمتابعين حصة عمو يزيد. وشكرا، شكرا لك محمد على هذه الرسالة، تحب تحية كبيرة 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 يا صديقنا الكتكوت الصغير، ونتحو كذلك أمك اللي ساعدتك في كتابة هذه الرسالة، نتحو تحية كبيرة طاطا ونتحو كامل عائلتك.
شكرا لك صديقنا محمد على هذه الرسالة الجميلة جدا جدا، وعلى هاد تحيات لعائلتك، وحنا تاني نحيي عائلتك، ولاد خوالك ولاد عمومك وعماتك وكل عائلتك كبيرهم وصغيرهم، ربي يحفظهم لك ان شاء الله، وجدودك والاولياء تاعك ان شاء الله يفرحوا بك ويشوفوك في اعلى المراتب ان شاء الله كيما انت تحبهم وما نسيتهم. شكرا لك صديقنا. يلا اصدقائي الرسالة الموالية. انا مريم واخي يوسف من وهران، نحبوا عمو يزيد بزاف بزاف، بغينا نديروا اهداء لبابا هواري وجدتي اللي رباونا، ونقول لهم نحبوكم بزاف، ربي يحفظكم لينا. بلا ما ننساو بابا وماما نحبوهم، وخالتنا حليمة وكاع حبابنا نحبوكم. شكرا لكم مريم ويوسف على هذه الرسالة، نتحوكم تحية كبيرة، ونتحو نتحو جدك وجداتك وأمك وبابك، نتحوهم تحية كبيرة كبيرة. شكرا لك صديقتنا مريم وصديقنا يوسف على هذه الرسالة الجميلة، وشكرا لكل سكان وهران الباهية، نحن أيضا نحبكم كثيرا، ونتمنى أن تبقوا أوفياء لبرامجنا. نتمنى أن نزور مدينة وهران في القريب العاجل إن شاء الله. هيا يا فرح اقرأي لنا رسالة أخرى. لنا أصدقاء الرسالة الموالية. سلام عمو يزيد، أنا زيغة رنا 11 سنة، والتوأم زيغة آية وإياد 10 سنوات من جيجل. نعطوك تحياتنا ونقولو لك نحبوك بزاف، ونحبو قناتك، ومدى بنا في الصيف تجي لعندنا ونشاركو معاك في مسابقة أرسم جمال بلادي، نتمناو تشوف رسالتنا وشكرا. شكرا لك يا رنا على هذه الرسالة، نتحوك تحية كبيرة كبيرة، وكذلك نتحو إخواتك التوأم إياد وآلة، نتحوهم تحية كبيرة كبيرة كبيرة. شكرا لك صديقتنا رنا على هذه الرسالة الجميلة، احنا تاني نحبوك بزاف بزاف، وان شاء الله نجو لك ونزور ولايتك، ونزور كامل ولايات الجزائر، ونشوفوا كامل أطفال الجزائر، خاطر نحبوكم بزاف بزاف. شكرا لك فرح. هل هنالك مزيد من الرسائل لنهار اليوم؟ صديقتي أرنوبة خلصنا رسائل تاع نهار اليوم، بصح أصدقائي نوعدكم في الحلقة القادمة راح نجيب لكم بزاف بزاف من الرسائل، ما تنساوش تراسلونا. صديقتي أرنوبة قول لكم كيفاش يراسلونا باش نقراو الرسائل في حصة رسائلكم. أنا حزينة جدا يا فرح لأنهم نفدوا رسائلنا لنهار اليوم، لكن يا أصدقائي رانا نسناو رسائلكم كامل كامل كامل، راسلونا على صفحتنا على الفيسبوك أو على الانستغرام عمو يزيد تي في، وما تنساوش الضغط على زر الإعجاب، نحبكم بزاف. أصدقائي إلى اللقاء، ما تنساوش تراسلونا باش نقراو كامل الرسائل تاعكم. إلى اللقاء، نلتقي في الحلقة القادمة.